إذن متابعينا الكرام نتواصل بتواصل أشواطنا وينطلق شوطنا الثامن يحمل في طياته الجعدان الحقائق مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام هنا في ميدان الوغن لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومن مسافة 3 كيلو مترات نبدأ مع الصدارة الأولى متابعينا الكرام مع نسناس لخلفان بن ناصر بن يوعان الشامسي يقدم لنا نسناس مع المركز الأول بينما ثاني الأسماء المركز الثاني الوصول في هذه اللحظة والقدوم متابعي الكرام من أديب لخالد بن سالم بن رميلة العامري بينما المركز الثالث الوصول والقدوم في هذه اللحظات من مسامح لصالح بن حمد بدليل بالويع العامري يقدم لنا مسامح مع المركز الثالث حيث الدخول على رابع الأسماء في هذه اللحظات من أشقر لسالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي بينما الوصول على خامس الأسماء في هذه اللحظة والقدوم من سراب لسعيد بن مخيط بن ناصر بن نوبي العامري بينما سادس الأسماء ياتي في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام والقدوم في هذه اللحظة هناك الوصول متابعي الكرام من شاهين لحمد بن محمد بن محنة بلويع العامري بينما الوصول هناك متابعي الكرام من شاهين لمحمد بن مبارك بن عثعيث العامري يصل في هذه اللحظات وهنا الوصول الاخر في هذه اللحظه مشاهدي الاعزاء على ثامن الاسماء ياتي مصدع لسالم بكراو بن عيضه العامري وتاسع الاسماء الوصول في هذه اللحظه من الواعي لسعيد بن سويد بن غدير المنصوري وعاشر الاسماء القدوم متابعينا الكرام في هذه اللحظة والوصول القدوم في هذه اللحظة والوصول متابعينا الكرام وياتي في هذه اللحظات مليون لسهيل بسالم بن هيا العامري هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء مع هذه الأسماء عودتنا إلى مقدمة شوط الصدارة الأولى والمركز الأول متابعينا الكرام والقيادة الأولى هناك من شعار بن يوعان يقدم لنا هذا الاندفاع متابعينا الكرام إذن عودتنا إلى مقدمة شوط إلى نسناس لخلفان بن ناصر بن يوعان الشامسي يقدم لنا نسناس مع المركز الأول بينما المركز الثاني الوصول والقدوم في هذه اللحظة متابعينا الكرام وياتي مسامح صالح بن حمد بالدليل بلويع العامري بينما المركز الثالث الوصول القدوم من أشقر لسالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي ورابع الأسماء ياتي في هذه اللحظات الواعي وسعيد بن سويد بن غدير المنصوري على رابع الأسماء خامس الأسماء ينضم في هذه اللحظات ويصل متابع كرام معاند لسال والسليم بن مسلم القزول العامري وهنا الوصول الآخر في هذه اللحظة منذر لقشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي يقدم لنا منذر هنا متابع كرام ياتي بهذا الانذار ياتي بهذا الانذار ولكن هناك الاسماء القادمه في هذه اللحظه والقدوم ايضا من الاسم القادم مع اديب خالد بن سالم بن رميله العامري ولكن العوده الى نسناس الى ايضا شعار بن يوعان ولكن الاسماء القادمه في هذه اللحظات اشقر لسالم بن حمود بن ثعلوب الدرعياتي مقدما لنا ايضا هذه الانطلاقه ومقدما لنا اشقر ويصل في هذه اللحظات منذر لقشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي ما شاء الله يصل في هذه اللحظات يقدم لنا هنا منذر يقدم لنا منذر ولكن بن رميلة رجل الامتار الاخيره ياتي مع اديب
خالد بن سالم بن رميلة العامري، ولكن الدرعي هنا مع ثعلوب بن ثعلوب يقدم لنا أشقر، ولكن بن رميلة اللحظات الأخيرة بن رميلة بن ثعلوب، ولكن بن رميلة مع اللحظات الأخيرة متابعينا الكرام مقدما لنا أديب خالد بن سالم بن رميلة العامري تهانينا والناموس. المركز الثاني أشقر لسالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي. المركز الثالث منذر لقشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي. المركز الرابع الواعي لسعيد بن سويد مقضي المنصوري خامسا. المركز الخامس مرضي لسهيل بن رملي بن محمد العامري. إذا تهانينا مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام لمن قدم لنا أيضا أديب خالد بن سالم بن رميلة العامري. والتوقيت الزمني كان أيضا 4:39:54 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.